كنت مريح تحت الماء، مشى على العافيه جاني البرد تحت الماء مشى على العافيه. تخيلوا معايا كيتعدى على الحوج وكيتعدى على القرش وانا بقى فيا الحال قسم بالرب العز. انا ما كنتش باغي نضرب، انا ما كنتش باغي ندير لي ديك الحاله، انا ما كنتش باغي نسلخ وما كنتش باغي ندير لي ديك الحاله. طلع لي الدم، انا ما بقيتش بنستعمل القوه ديالي مع الناس. احنا ما تحاميناش عليك، علاش كتكذب على الناس؟ علاش كتكذب على الناس؟ خوشي السلام عليكم. اليوم والله ما باغي نبكي، كيفاش وقع ليا مع داك بروسلي ديال اسفي. انا غادي نعاود لكم ونتوما حكموا قسما بالله. الا داك السيد قسما بالله الا بزاف داك السيد. انا الناس عارفيني بانني انا شي يقولوا باللي حماده هبيل وشي يدير هذاك الشيء ديال جنونه طالقه. انا حكم عليا ملك الجن، قال لي مش بقاش تخرج تقول لهم انت كتحكم في الجن وانت تدير هادي. قال لي والا غادي نحيدوا لك هاد الهديه هادي. وخرجت وقلت الناس هاد الشيء راه غير كنت كنضحك وداك الشيء باش نلبي الرغبه ديال ملك الجن. كنت مريح تحت الماء مشى على العافيه، جاني البرد تحت الماء مشى على العافيه. جا الجن ديال بروسلي، تخيلوا معايا كيتعدى على الحوج وكيتعدى على القرش وانا بقى فيا الحال قسم بالرب العز. والله يا حشومه قسما بالله، انا ما كنتش باغي نضرب، انا ما كنتش باغي ندير لي ديك الحاله، انا ما كنتش باغي نسلخ وما كنتش باغي ندير لي ديك الحاله. طلع لي الدم، انا ما بقيتش بنستعمل القوه ديالي مع الناس. انا الناس خليتهم على خاطرهم. كاين اللي يقول هبيل، كاين اللي يقول انت جيتي اخويا وملي درتي معايا شتيني بلاصيط الرونج. انا راه بالرونج ديالي بالدار ديالي بكلشي ليا، ولكن القوه ديالي ما كنبغيش نستعملها. بنادم تيقول لك انا هبيل، راه انت اللي هبيل اخويا، ما عارفش بنادم علاش مطور. كاينين قواش خارقه، واش نتوما كيصحاب لكم الناس عايشه في تفاهه؟ انا غادي نوريكم الرونج بالناس كيصحاب لها بلي انا هاد التليفون ديال 12000 درهم بالشهري. راه الناس ما فاهمين والو، تيقول لك هبيل، انت اللي هبيل اخويا. المهم كنت يعني انا غادي نوريكم بعدا باش تعرفوا، باش الناس ماشي تبقى تقول تحكم تحصموس او استعمل القوه ديالو ضد بروسلي. بروسلي راه هو اللي جبدني، بروسلي هو اللي دار معايا المشاكل. انا والله ما كنتش باغي، انا كنت عاطي وعد والله من ادي شي واحد بالقوه ديالي قسما بالله. ولكن ملي شفت بروسلي هبط تحت الماء وكيدير هذيك الحاله وكيقتل في الحوش وباغي ولقاني مشى على العافيه تحت الماء، عرفني عندي القوه الخارقه وتجرأ عليا. وهو تيقول لك تحامينا عليه، ما تحامالي شي واحد قسما برب العزه، ما تحامالي شي واحد. ولكن الناس الله يديم، انا خويا الرونج ما غنديروا له صوت لا يحزن. انا خويا شوف واش كيبان لك بالشبيه الله. المهم كنت مريح مشى على العافيه تحت الماء، ما عليا ما بيا تنسخون، جاني البرد في القاع ديال البحر مشى على العافيه وجالس ومريح. شي الجن ديال بروسلي بدا تيشد في الحوت وبدا كيشوف الحوت وبدا كيتعدى على التنافيل، وانا عندي شم الناس وانا عاطي وعد. وخرجت قلت لهم انا ممكن لا تحصمص لي حزانون عباش يهنيونا، ورا الجن حكم عليا بانني انا نخرج ونقول لهاد الناس هادشي راه غير عباش يبعدوا مني وباش نلبي الرغبات ديال الجن. ولكن فاضل الكيل انا ما تسرطتش لي، انا ما حملتش هذاك المنظر اللي دار بروسلي. جيتي وبديتي كتشد في الحوش وكتشكرفص عليه وبديتي كتحرش بحوريات البحر، وانت عارف بلي انا وليت كنملك تحت البحر، وبلي انا تحت البحر تنتحكم وكنجبد الذهب من تحت البحر وكنجمد الماء تحت البحر وكندير بزاف د الحوايج ما بقيتش باغي الناس يعرفوها. ولكن اخويا نشايا تجرأتي، حنا ما تحاميناش عليك، علاش كتكذب على الناس؟ علاش كتكذب على الناس؟ واش تقول لهم لا حماده
تكرفس عليا وتحامو عليا، كي نشبو واحد انا ما طلقتش عليك تحصموس، لو انا طلقتش عليك تحصموس ما تخرجش بداك الانترفيو قدام الناس. انا كيتصحابني كيهمني شي حد، ما كيهمني شي واحد، انا بقى فيا الحال، انا بقى فيا الحال. تقول فحال هكاك والجنك عالي يقول لي انت تحاميشي عليه، وحنا قلنا لك راه مسكت باش ما نحيدوش لك البركه اللي عطيناك، باش ما نحيدوش لك القوه، باش ما نحيدوش لك هاد الكيفش عطاوه لي على اساس انا باش نكون مزيان، باش نكون ندير الخير، باش نتساعد مع الناس، ماشي باش نستعملها في الحوايج السلبيه. حشو شاطين عليه، الا استعملتها في حوايج سلبيه راه غادي يحيدوها ليا. انا راه شحال من واحد كيجي كيوقف عليا كيبغي يضحك معايا كيبسل معايا كنخاف ويتآدى وترجع حياته عذاب. انا راه واحد غير عايرني دايز داير كسيده، قسما برب العزه الا بقى في الحال قسما بالله شخيلوا معايا الحوش بريس اللي كيشعد تاع الحوت تحت الماء، عيب والله شايف، قسما برب العزه لها عيب. حشومه ما كتخافوش الله صاحبي، نشوم ناس صاحبي والله العظيم. دابا انا اش نقول لك بريستي، الله يهديك اخر مره اش عاودت الشيء هادي دازلك على اللودن، المره الجايه والله ما تلقى راسك، والله ما تلقى راسك، راني غير شادو معاك صاحبي، والله جا شادو معاك. ولكن انت ما عرفتش علاش صاحبي تتقلب على المشاكل، راه الله سبحانه وتعالى قال لك ما ديرش تعدو، وتشمتي ما لقايش ميدان، راه جيت عند البحر صاحبي وبيجي كتعدى على الحوت، تحرش بحوريات البحر صاحبي، تحرش بملكة الحوريات صاحبي، برد القرش الشخصية انا صاحبي. وانا كاين وعاطيني وانا ما قدرتش ندير هذا الشيء صاحبي، ونش عارف باللي انا وياك هما اللي كنشوفوا هادوك وبعض المشعوذين حتى هما كيشوفوا داك الشيء. ولكن علاش شي واحد ما تجرأ ولا تنقصتي علاش وديجا جيتي عندي ودويت معاك قلت لك الله يرضي عليك ما تستعملش القوه ديالك، هذه راه قوه عطاوها لينا الجنون وعطاوها بزاف الناس، وكاينين الناس باينين ولكن كاينين الناس ما كيبانوش، شادين الخبيزه واكلينها وساكشين مخلين شي الناس كتجرأ علينا وبزاف د الحوايج. الله يهديك الله يهديك، انا دويش معاك قلت لك الله يرضي عليك، سير بحالاتك راه غادي تشوف شي نهار ما يعجبكش، سير بحالاتك. واش انت وصلتي للقدره ديالي انك تشعل تشعل العافيه تحت الماء في البحر؟ واش قدرتي؟ راه ما قدرتيش اصاحبي، انت حدك كطير، حدك انت كطير وكتمشي ببساط الريح صافي. يعني انت ما عندكش القوه الخا ما واصلش القوه ديالي، وانت عارفني مجهد عليك، وانت عارفني كنتحكم في مملكه الجن ديال بصح، وانت درت شي محاولات باش انك تقدر انك تستولي على المملكه ديال الجن وما قدرتيش. الجنود ديالي تيبغيوني في قلب حنين تنبغي الخير، شتروا لي الرون، شتروا لي الدار، شريت الوالد الفيلا، شريت الوالد الفيلا، اش بغيتي يا خويا؟ اش بغيتي؟ انت عارفني انا مجهد عليك اصاحبي. انا شنو نوجه لك ميساج؟ الله يجازيك بخير، ما تبقاش تكذب على الناس. انا ضرب شكل راسي، كنت حامينا عليك حنا جنون، واش غادي يوقع لك هذيك الحاله؟ عجباتك دابا هذيك الحاله اللي مريح دابا نتايا ومهرس من ضلوعك ومهرس من السلسول ديال ظهرك؟ يعني دابا انت ما غاش تبقى طير ما والوش، تبقى جامد في بلاصتك. ولكن اصاحبي راه بقى فيه الحال، والله تبقى فيه الحال قسما بالله، باش تعدى على الحوت صح. الله يحشو مالك، الناس كيحشارموا الطبيعه وانت كتادي الطبيعه، عيب لك والله شي عيب لك قسما برب العزه. الى هادشي والله العظيم ما يدخلش العقل انسان انه بالعقل ديال. يعني انا ميساج لك الله يرضي عليك، انا نقدر نعالجك، انت عارفني عندي القدره. الى جيتي ودرتي الشروط اللي غادي نطلب منك انك تبوس الرجلين ديولي، والله تنعالجك، والله سيدي ما نخلي داك السلسول ديالك مادي. وانت بروسلي اللي كتحكم في داك الجين بروسلي ديالك راه كتخرج عليه، عندك عقليه سيئه، انت كتميل للشر اكثر من الخير. حاول تستعمل القوه في الخير، وانا راه نعالجك، ولكن دير الشروط وغادي نعالجك. من اللي غيشدني حركني هو عارفني انا كنشعل العافيه تحت في قاع البحر، واش هو غيوصل القوه ديالي؟ راه ما غيوصلش القوه ديالي، هو عارف بلي داكشي ادعاءات. ودابا شكون اللي ناعس مهرس هو ولا تحصمص؟ شكون اللي مهرس من ظهره هو ولا تحصمص؟ هو تيعترف وتيقول بلي تحاموا عليا، ما تحاميناش عليه، فين هي القوه ديالك اللي كتقول تحامينا عليك؟ راعي شويه ورد البال وعرف مع من كتعامل، راه كتعامل مع اسياد الجن. انا راه عندي القدره انني نجوج كل شيء، وعندي القدره انني نبدل الشمس ما تبقاش تطلع من الشروق تولي تطلع من الغروب، ولكن لا ما كنستعملوش القوه ديالنا في شي حاجه اللي هي مسيئه للبشر. حنا تنبغيو هاد البلاد، فينا ما نطيرو من هاد البلاد ونمشيو لاحسن دوله في العالم؟ ولكن لا،
تنبغيو البلاد، تنبغيو المغرب، تنبغيو الملك، تنبغيو الشعب ديالنا ونبغيو ليه الخير، وبغينا الشباب يخدموا، ما بغيناش الشباب يبقاو مريحين في راس الدرب، مريحين هذه غادا هذه جايه، وما بغيناش المغاربه يبقاو يهضروا في اعراض الناس يديوها في راسهم شويه، وما بغيناش المغاربه يبقاو على شي حاجه اللي هي خاويه كيتخاصموا. احنا بغينا هاد البلاد تزيد القدام والشباب يخدم ويدبر على راسه. الله يسهل على كل واحد، وكل واحد يدير رونج ديالو وربعات العيالاش. ومن هاد الدعوة كان بحال انا مجوج بربعات العيالاش، علاش ماشي كل مغربي يدير ربعات العيالاش؟ هادشي اللي بغينا، المغاربة كل واحد ياخد ربعة ديال العيالاش. وكلمة اخيرة، الله يسهل عليكم اخوشي المغاربة، والله يحفظكم، والله يحفظ بلادنا، والله يحفظ مالكنا، والله يحفظ البوليس اللي كيصارعوا على الامن ديالنا والبرد دابا والجريحة، وش ندعي معاهم وش نبكي. الله يسهل عليكم اخوتي، لولا ان ما كاينش المخزن كون كلينا بعضياتنا حنا الدراويش. حنا مازال حنا الدراويش كنحقروا غير على بعضياتنا، واللي فوق منا كيضحكوا علينا حنايا الدراويش. ومازال عندنا مشاكل في الزواج، اللي ناض باغي يتزوج كيقول لي الناس حمد شوفني نتزوج، اش بغيتي شي زواج؟ واللي ما لقى ما يدير كينوض يتزوج. الزواج الملاوط راه كيسالي في الزراوط. الله يهديكم، الله يهديكم، ماشي اي واحد ينوض يتزوج. واللي عنده شي دريه وجا شي واحد بغى يخطبها ما يتزوجش، ما يعطيش بنته لواحد غير يسكنها مع امه، غتشكرفص عليه العدوزه ديال بصح. ما كايناش شي عدوزه غدير الدريه بحال بنتها. المكرفسين، وخافوا الله شويه ورجعوا للدين، راه الشياطين كيضحكوا عليكم بزاف. والله يعاونكم اخوتي، والله يسهل عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.